هناك دعوة لتمرد في 14 أغسطس. أيها النظام المستبد، لن تتوقف هذه الثورة، ولن تتوقف هذه الهبات، ولن تتوقف دعوات التمرد والتجمع في 14 أغسطس. أياً كان ما يجري في 14 أغسطس، ستأتي دعوات في سبتمبر، وستأتي دعوات في ديسمبر، وستأتي دعوات في كل شهر حتى تسقط الدكتاتورية وتقام ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. لا تنتهك ريحانة ولا تجلد ناجف تيل، لا تظلم سنياً ولا تظلم شيعياً، تحترم الجميع على قدم المساواة. سترى من هذا الشعب في كل يوم وفي كل منعطف موقف يؤكد لك ذلك. لا تعول على التغييرات الإقليمية، لن تكون في صالحك، ومهما كانت هذه التغييرات سيبقى هذا الشعب خلفك حتى يركعك أنت، وحتى يستلم مقاليد إدارة الأمور في نظام ديمقراطي لا يستثنى فيه أحد من شعب البحرين. والتضحيات الحسامة التي قدمت اليوم وبالأمس لن تذهب هدرا. لا ننسى بأن هكذا نظام يتفاخر بأنه يعري المعتقلين ويجبرهم على الاعتراف خوفا من اغتصابهم. ولا أنسى، فهل سمعتم بمحامي يسجد لله شاكرا لأنه سجن في 14 إبريل 2011 بدلاً أن تهتك عرضه؟ لا أنسى بأن المعتقلين الذين هتكت حراماتهم هتكت مساجدهم، ولكن الفاجر في الخصومة يستمر في غيه، لا يترك أحداً وقع تحت يده إلا وهتك حرمته، وهذا ليس مستغرباً على من يهدم المساجد. نقف اليوم لا لنتحدث عن القانون، فهذه الدولة ليست دولة القانون، فالقانون لا يطبق إلا على فئة المعارضين وفئة المطالبين بالحرية، فقد سمعتموها واضحة، القانون لا يطبق علينا. لن نقبل أن نكون لعاجاً في قطعانكم أو أدوات تحركونها متى شئتم. نحن أعزاء وسنموت ريحانة، ريحانة الموسوي، ما كشفت هذه المرأة العفيفة ليست الحادثة الأولى، فلربما كانت هناك عشرات المعتقلات التي تعرضن للإهانة وللانتهاك. وإذا سكتنا اليوم لن تكون ريحانة هي الأخيرة، فلربما تكون ريحانة هي أمك أو أختك أو زوجتك.